إني أحطها مثلا في مكان يكثر فيه الغبار أو نشارة الخشب أو الأدخنة أو الأبخرة، غير صحيح. غير صحيح يعني، يا أما أنه يكون غير مقبول يعني ما نقبله، أو إذا انقبل يصير في مكان ما فيه شيء يتعارض مع المرض المزمن. السكر والضغط والأمراض لا قدر الله، الله يكفينا وإياكم شرها، فيه أمراض مزمنة يعني متلازمة مع الإنسان. فالمفروض يعني أن تصير بيئة العمل مناسبة له، يعني ينحط في ظروف مناسبة للمرض اللي يعاني منه. نعم، يكون عمل إداري بلا صح. طبعا إذا ما في بديل، إذا في إيه نعم، بديل، أما إذا ما في بديل فهذا عمله، وهو سجل على أن عمله كذا، الله يعين. لكن عاد الأفضل يقول إن القيام بالفحص الطبي الشامل للعاملين قبل التوظيف يعني عشان نمنعهم لو كان فيهم، الله لا قدر الله، إنهم فيهم مرض مزمن أو تعبانين. لكن طبعا السكر والضغط والربو هذه صارت يعني في عامة الناس يعني، وعادي يمكن التعايش معه ويمكن حتى العمل عادي، لكن يعني يتوجب ظروف معينة. صاحب السكر يعني ما يقدر الجهد البدني، وأيضا صاحب الضغط الجو الحار يرفع الضغط عنده أيضا، وصاحب الربو كما أسلفنا يا شباب مثلا لو المكان فيه غبار أو نشارة خشب أو أبخرة أو أدخنة تأثر عليه بطريقة أو بأخرى. هو زجر لتقييم مخاطر الصحة. تقييم مخاطر الصحة، يجب عمل تقييم للعوامل التي من الممكن أن تؤثر على سلامة العاملين بشكل للتأكد من إبقاء العاملين بصحة جيدة، ويجب مراعاة كافة الأمور التي قد تؤثر على صحة العاملين الخاصة بالمشروع. نكمل. العوامل التي تؤثر على الصحة العامة: 1. التوازن بالعمل، وجبات الطعام، النوم الكافي، تجنب الطعام الدسم، المخدرات بالإضافة إلى الكحول والتبغ، معالجة الالتهابات فور اكتشافها لتجنب انتقالها من شخص إلى آخر، فهم الأنماط السائدة من الأمراض وطرق الوقاية منها، الحفاظ على النظافة وخصوصا في المناطق التالية: أماكن شرب الماء، الحمامات والمراحيض، أماكن النوم والاستراحة، أماكن الطبخ وتحضير الطعام، أماكن جمع النفايات، تنظيف الجروح وتقديم الإسعافات الأولية فور الإصابة، التلقيح والتطعيم وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، غسل آثار الزيوت في حال انسكابها على جسم العامل لتسببها بالإصابة العامل بالتهابات جلدية، وينبغي تجنب المواد الكيماوية، إبلاغ المختصين فور الإصابة بالمواد الكيميائية المؤذية وذلك لتقديم الإسعافات الأولية المناسبة له. ليش هنا يا شباب ركزوا على المواد الكيميائية؟ يقول إبلاغ المختصين فور الإصابة. أنتم تدرون يا شباب فيه زيوت هيدروليكية ومياه كيميائية، إذا جت على جلد الإنسان يعني لو ما لبسنا معدات الوقاية الفردية اللي هي الخوذة، القلف، النظارة، الجزمة ولكم الكرامة، السترة، هذه لو ما استخدمنا مثلا الجلفز وتسرب على الكف يا شباب او اليدين او حتى الوجه فيه مسامات، هذه تدخل للدورة الدموية، تدخل للجلد، فلا قدر الله. طبعا من واقع تجارب في بعض الزيوت الهيدروليكية وبعض المواد الكيميائية يقول ايش تقول؟ فواز هلا ايش تقول؟
لا نسيت المايك. ايه هذه يا شباب تسبب لا قدر الله امراض جلديه، وتسبب بعض المرات سرطان. الله يكفينا وياكم. كمل يا فواز. غسل اثار الزيوت في حال انسكابها. لا 9 ابلاغ المختصين. تسمعني فواز؟ اقرا انا يا استاذ. لا ابي فواز اكبر. شكله طلع فواز. اتوقع انه طلع يا دكتور. طيب ابي العفنان معنا. معك يا استاذ. وين رحت يا فواز؟ موجود يا استاذ. لا دقيقه فواز وين رحت؟ موجود والله، بس اني كنت اتكلم والمايك ناسي مقفل. طيب يعني صراحة كذا ببساطة، ترى اللي سويته مزبوط؟ ليس يعني حنا في نص جملة أنت تقراها تطلع وتكلم برا؟ ما طلعت والله. ترى هذا الكلام عندي مرفوض. بس طفل المايك بالغلط والله. اسمعوا يا شباب كلش ولا عدم المبالاة، هذه عندي أنا خط أحمر، كل شيء يمشي. أما أنك تقرأ سطر وفجأة تطلع تكلم برا، لا هذا غير أنت معقول. خلي وقف، ما عاد نزلت الصح. حتى لو وقفت خلك معي تتابع النقطة بنفسك تكملها. يكملها زميل ثاني ما هو صحيح. ترجع تخلي مايك تكلم برا ما هو صحيح. يعني نص عقلك معنا ونص برا ما هو صحيح الكلام أبدا. لا والله معك يا شباب، ترى الكلام بشكل عام لا الفواز ولا الغير رجاء، يعني بالعربي أعيرون اهتمامكم وحنا معكم، لكن مبدأ أني مثلاً بقفت أكمل نقطة ولا جيت في نص الجملة طلعت ما شاء الله في مسار ثاني، لا هذا أنا ما أقبله. لو غير يقبله أنا ما أقبله أبداً. كمل يا فواز. عدم خلط عدم خلط بعض المواد مثل الأمونيا الكوستك والمساحيق القاصرة بشكل عشوائي، فخلطها بشكل عشوائي يعمل على تشكيل غازات سامة قد تضر العاملين. شرب كميات كافية من الماء يوميا على فترات في حال العمل داخل مواقع رطبة وحرارتها عالية. تجنب العمل تحت أشعة الشمس لفترات طويلة. القيام ببرامج توعوية لأخذ الأمراض التي تنتقل عن طريق الدم وعن طريق الجنس بعين الاعتبار. ضبط العوامل الصحية عن طريق وضع برامج المراقبة الفعالة. النقاط هذه يا شباب واضحة عندكم؟ واضحة. بندر سلطان اقرأ لي هذه كرم، من الرعاية الطبية أثناء عملية الإفلاء. الرعاية الطبية أثناء عملية الخلاء. الإخلاء. إخلاء. توفير. وش الإخلاء يا بندر؟ تعرف وش الإخلاء؟ لا جاء مثلا طارئ ولا حاجة شيء احتراق شيء هو الإخلاء ذا. توفير مرافق أدوية. وأدوية. وأدوية هو. وكوادر طبية. مدربين. وقف يا بندر، وش معنى كلمة توفير مرافق؟ وش لك السؤال يا بندر؟ وش هو المرفق؟ أجاوب يا دكتور؟ لا خلنا نشوف بندر. مرفق هو يمكن الزميل. لا هذاك مرافق. أجاوب يا دكتور؟ دقيقة أبيك يا فواز، وش معنى مرافق؟ توفير مرافق. أنا إيه؟ المرافق يعني أماكن عامة، أماكن مو بعامة، أماكن مخصصة للإخلاء والإيواء. من يفرق لي، من يعطيني الفرق بين الإخلاء والإيواء؟ أبي عبد العزيز. لا أبي العفنان معنا أنت؟ ايه معكم. طيب منصور
العنزي ما أكس. وش الفرق يا منصور العنزي بين عملية الإخلاء وعملية الإيواء؟ وأي واحد وش العملية اللي تسبق الأخرى؟ الإخلاء مؤقت والإيواء يعني فترة في المكان نبقى. يعني ما إجابتك مهي بمرة تعرج يعني. إيه ما يعني ها الإخلاء يا شباب عملية الإخلاء هي حال وقوع الخطأ تأتي بعدها الإيواء. الإيواء أنه وصلنا الناس اللي أخليناهم للمكان اللي يعتقد بإذن الله إنه آمن. أبي أسألك يا أحمد، أبي أسألك عبد العزيز الحمادي، وش هي الأماكن اللي تستخدم في الإيواء غالبا؟ الملاجئ. الملاجئ. إيه طيب يعلق عند. طيب سكر يا عبد العزيز، سكر المايك. انا ما اكل. سكر المايك، سكروا المايكات يا شباب. يا احمد بسيمة، احمد. طيب عبد العزيز المسعودي، عبد العزيز المسعودي هاي دكتور. وش الأماكن اللي تستخدم للإيواء؟ الأماكن تستخدم للإيواء إيش؟ إيوة أماكن تستخدم للإيواء إيش؟ ما كنت بركز والله دكتور، هذه المشكلة، هذه نعاني منها حنا. طيب ركز لين إيه جاوب الآن، إذا مهم قطع عندك جاوب. تقريبا زي الملاجئ او اماكن شبه مقيمه زي المخيمات زي كذا. انت من عبد العزيز الحمادي؟ اي نعم. طيب بندر سلطان، حلقة طوال يستخدمون زي المخيمات اللي. طيب لا، في شيء ثاني، في شيء ثاني معد كإيواء أساسا في الخطط، في خطط الإخلاء. إيه مكان طواري، مكان لا. طيب مكان ملجأ، في ملجأ طوارئ. مكان يعني زي الملجأ في نفس البيت يكون تحت في القبو عشان إذا صار زلزال ولا شيء. لا منصور عنزي معنا. ايك يا استاذ، مكان ضد يعني إيه وش هذا المكان؟ انا ادري انه ضد الكوارث، زي ما تقول انت مكان قوي متين محصن. وينه في مجتمعنا الان فيه اماكن تستخدم للايواء، وش تعتقدون وين وش هذا الاماكن؟ يعني مثل جمعيات خيريه، مثل يعني جمعيات عندها القدره كان وعندها على الصرف وتقدر تجيب الاكل وقت الايواء وقت حالات الخطر. يا شباب اسمعوا المعلومة اللي بعطيكم إياها، في كل دولة وكل حكومة في خطة اسمها إدارة المخاطر وإدارة الكوارث. دائما الدولة والمنشأة والمؤسسة والمصنع عندهم خطة في حالة الإخلاء أو في حالة لا قدر الله صارت كارثة، فيها أماكن تستخدم. بالنسبة للمصانع وهذه عندهم مثلا قبو، عندهم منشأة، عندهم مكان معين. أما بالنسبة بالشكل عام الإخلاء والإيواء في المجتمع، المدارس هي أماكن الإيواء، دور الرعاية هذه إيواء، فهمتوا يا شباب؟ الجامعات هذه تستخدم بعدين كإيواء لا قدر الله، فهمتوا؟ لو يسألك واحد وين 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 مواقع الإيواء تقول هذه هي. وفيه أبي واحد يفسر لي وين نقاط التجمع في المجتمع كامل لو لا قدر الله صار أي شيء، وش تعتقدون بيكون نقاط التجمع؟ عند سفارات ها؟ عند سفارات
فواز لا وقف جابتك خطأ. منصور ايش تقول؟ عند سفرات الإنذار، أنا في سفرات إنذار في كل حي. إيه طيب إيه سمعناه، وين نروح؟ عنده. لا لا أحمد با سليمان، وين توقع نقاط التجمع؟ لاحظوا السؤال، نقاط التجمع الأماكن العامة أتوقع المعروفة. إيه مثل عندك ها؟ وين تبغى نعطيك في الرياض؟ عند الباب الرئيسي يا شباب. صحنا قلنا في حالة لا قدر الله احترقت المنشأة أو المدرسة أو المصنع، لازم نجتمع في نقطة معينة، والنقطة هذه المفروض تكون باحة، حوش، فناء، ساحة، أرض فضاء. باحة. إيه مو بالباحة الباحة، باحة. إيه مو بالباحة الباحة، باحة. فاهمين كلمة باحة يا شباب ولا مثل فواز؟ أحمد بس لما فاهم كلمة باحة؟ لا والله ما فاهمها. وما باحة يعني ساحة، يعني أرض فضاء، فهمت؟ برحة بلهجتنا العامية، باحة باللغة العربية، باحة، ساحة، فهمت يا شباب؟ هذه نقاط تجمع. ليش ما قلنا روحوا على طول ندخلوا في المدارس ولا ندخلوا في مكان الإيواء؟ ليش؟ من يقول لي ليش؟ علشان تاخذ عدد اكبر. يا سلام يا لا، عشان تاخذ عدد الموجودين، عشان اعرف اللي ما جاء، مو بعدد اكبر، لا هي تاخذ عدد اكبر واعرفهم، اشوفهم قدامي، اشوف فواز واشوف منصور واشوف عبد العزيز واحمد، كلهم اشوفكم قدامي. فبالتالي اعرف ان بندر سلطان ما جاء، اعرف ان فيصل عتيبي ما جاء، انا اعرف محمد العثمان. لا فيصل عتيبي ترى جاء استاذ، فيصل عتيبي جاي. ايه صح الحين توك جاي صح؟ لا قبل خمس دقائق صراحة. فيصل دخلت الشاشة السوداء، ايه دخلت الشاشة السوداء ثم طلعت ودخلت مرة ثانية، شفت الشباب كاتب في الجروب ودخلت مرة ثانية، دخل معي. انت حاضر معي فيصل، ينطفي النور، ينطفي النور، يقصد مثال. ايه ما عليه، خله انا اتكلم اني حضرت، اتكلم اني حضرت اني ما اليوم ايه اتكلم. عرفت ايه عرفت انا عرفت. في واحد دخل وطلع، من هو؟ في واحد دخل وطلع يا شباب، هو من هو؟ لا اله يزيد العنزي، ممكن اذا عندك خلل يا يزيد ارسل في الجروب، لكن عنده مشكله. طيب سلام في المكاتب، قد يطفي المايك يا شباب، طفي فواز كرم المايك عندك، انتم منصور اللي عنده جواب يا شباب يشغل المايك. يقول السلامة في المكاتب، قد يتعرض مستخدمي الكمبيوتر لإصابات نتيجة العمل الطويل المتواصل بالإضافة إلى عدم الراحة في أماكن العمل، وش يا شباب تعتقدون الإصابات التي قد يصاب فيها اللي جالس على مكتب ويعمل؟ أعطوني مثال على بعض الإصابات. جاوب يا دكتور. إيه جاوب. العيون أول نقطة. ممتاز. كذلك ألم بالظهر. ديسك. عدم الجلوس. اي سليم يا استاذ، اكيد هذه، بس نقول وش نقول، يصير له اصابه في الظهر، في العمود الفقري، في في النظر، عنده مشكله كثر الممارسه، 8 ساعات 6 ساعات متصل، مشكله للعين، ممكن تكون مشكله هي من الانوار الاضواء العاليه، ممكن تكون ممتاز في المكاتب. الصوت يقطع يا دكتور. منصور احنا نتكلم عن الإصابات التي قد تحصل في المكاتب العمل. اي نعم، الضوء اذا كان قوي على العين ممكن يأثر عليها، والريحة يعني اللي مي كويسة ممكن تأثر على الشخص بعد. لا ما كيف تجي ريحة في المكاتب؟ اللي
طب المستويين مع المشاكل الفيزيائية والكيميائية التي تتسبب في إصابات العمل. قد يتعرض مستخدم الكمبيوتر لإصابات نتيجة العمل الطويل المتواصل بالإضافة إلى عدم الراحة في أماكن العمل. وهذه الإصابات تتضمن أولاً إصابة العامل بآلام الأكتاف والذراع والرقبة والرسغ. وش هو الرسغ يا شباب؟ الكوع. أحد يوافق منصور ولا يعارضه؟ طبعاً. من يقول كلامه زين صحيح ومن يقول كلامه غير صحيح؟ الرسغ. ما عندكم إجابات؟ أنا يا أستاذ الترابيس. وش الترابيس؟ يعني الرقبة. اسمها الترابيس؟ إيه، عضلة الظهر اللي في الوسط. الغالب. أول مرة أسمعه. الغالب أوكي. الغارب. الغارب. لا كلام منصور صحيح. الغارب عند الجنس. إيه تقريبا. الغارب الرقبة يا. قلت أول شيء ما قلت لي صح. إيه طيب أنت قلتها. طيب قلنا ألام الرقبة صح، بس الغارب والترابيس الرسغ شباب الكوع. الرسغ الكوع. بالله عليك. إيه. والله من اسمه كذا حسيت انه في اللغة العربية هو. الكوع. إيه. اجهاد العمل في حالة العمل اجهاد العامل هو في خطأ. اجهاد العامل في حال العمل لساعات طويلة متواصلة وعدم وجود فترات راحة كافية. تعب العيون والصداع. نفس الكلام اللي قلناه شباب. نفس الكلام. احمد كرم نقر لي تتضمن هذه. إيه اذا في ريحه، اذا ما اذا في ريحه كويسه، اذا ريحه يعني مي كويسه في المكتب تسوي صعوبه في التنفس. انت توك تسترجع منصور ولا خلصنا هذه لنا 10 دقائق انتهينا منها. ايه انا داري بس قاعد اقرا معك، المخ قاعد يدق البكره. ايه يعني توك تستوعب. ممتاز. احمد بسليمان معاك. معاك يا دكتور. اقر لي هذه تتضمن. تتضمن اعراض الحساسية. ايوه. هي لي 1 صعوبة في التنفس، 2 ضيق الحنجرة والصدر، 3 حدوث تورم في القدم او والوجه. معك. في الفم والوجه، معليش المعذرة. 4 الاغماء. 5 التقيؤ. هذه وش اعراض صعوبة وش؟ اعراض الحساسية. اللي حساسية ايش؟ الوجه. صدر. 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 ايه. هذه طبعا يا شباب العناكب والعقارب انتم عارفين يعني. عارفين هذه. نبي الحالات التي يكون بها الانسان بعد لدغ العقرب. يعني وش لما لا قدر الله واحد تلدغ عقرب، وش اللي راح يصير له؟ 1 خفقان سريع للقلب، 2 ارتفاع لضغط الدم، 3 التوعك. وش التوعك يا بندر سلطان؟ وش التوعك؟ توعك يمكن مثل زي الراعه وزي كذا. لا ارتجاف. لا هي نفس الراعه ارتجاف يعني. اتوجع بعد. يا سلام الوجع الالم. يقول انا والله فيني وعكه صحيه اليوم، يعني انا تعبان، يعني انا فيني الم، فيني شيء. هذا هو التوعك كله اللي هو الالم. التعرق، غثيان، سيلان اللعاب. هذا اللي لو لا قدر الله جاه عقرب يعني الدب. 7 ارتخاء بالاعصاب. الارتخاء بالأعصاب يعني ما يقدر يشد عمره، ممكن ما يتحكم في مشيته، في يدينه، ما يقدر يشيل شيء. أجلكم الله الإسهال والتقيؤ، فقدان الوعي. في بعض الأحيان تحدث
التشنجات، التشنجات اللي هي الحالات من الصرع ولا من فقدان الوعي بطريقة شوي شديدة وعنيفة. الإسعافات الأولية الواجب تقديمها للمصاب فور إصابته. لو واحد أنصاب طبعاً يا شباب كلام لدغ العقرب أو لا قدر الله الدابة والحية الكلام وعليها كلها واحد. ربط الجزء الواقع بعد الجزء، يعني لو لا قدر الله القدم أسفل القدم اللدغ المفروض يا شباب نربط الساق، يعني نربط المكان القريب بحيث أنه ما نخليه يوصل للفخذ لما يوصل للبطن، فهمتوا؟ كذلك الحال لو كان في الكف تربط الكف أو الساعد قبل لا يرجع أيضا للجسم. أنتم فاهمين أساس الكلام هذا بديهي. اثنين، تبليغ قسم الطوارئ بالحالة بأسرع وقت، يعني لو بتطلب مثلا لو عندكم في المنشأة هذه إسعاف أو مسعفين أو موظفين في المستوى السقاط نطلب منهم المعونة حالة طارئة، أو أن نبلغ الهلال الأحمر أو أن إحنا ناخذه نوديه للإسعاف. استخدام مكعب ثلج أو شديد البرودة للحد من ألم اللدغة، يعني لو عندنا مثلا ثلج أو حاجة باردة نحطها على نفس اللدغة تخفف الألم. أربع، حقن المصاب بإبرة المروفين. طبعا هذه ما أعتقد لو إحنا في مصر عندنا الإبرة هذه إلا لو كان عندنا قسم صحي أو ممرض أو دكتور صح. استخدام مضاد اللي يسم العقارب، هذا طبعا الكلام ما يخصنا حنا في السلام، يخص لو معنا مثلا كادر طبي هم اللي يستخدموا الكلام ده. العناكب وهذا انت تعرفون الشباب العناكب والبعوض وهذا ما يحتاج ان تطرد فيها وهي حاجات بديهية. طبعا تعرفون الشباب الأضرار اللي بتنقذها البعوض والذباب والجراثيم كلها، وش الأمراض اللي قد تنقلها ما رفع الكوليرا مثلا زي اللي صار في جيزان حمى الوادي المتصدع حمى الضنك، الحشرات هذه والعناكب تجيب امراض وبعوض تعرفون كلكم شباب. الاجهاد بسبب الحراره، تعتبر الشمس من مصادر الحراره الطبيعيه وتعتبر ايضا من مسببات الاجهاد الحراري للاشخاص المعرضين لأشعتها لفترات طويلة. يعني لو كان يا شباب واحد يعمل في مكان مكشوف، أنت تعمل في مكان مكشوف فأنت أكثر عرضة لحروق الشمس أولا، أكثر عرضة للإصابة بالحرارة والنزلات المعوية أيضا لأنها من الشمس. ارتداء اللباس الكامل طويل الأكمام عشان ما تتعرض يعني للشمس. ارتداء النظارات الشمسية، هذه يا شباب فيه بعض الالتهابات والحروق تجي للعيون إذا شعت الشمس مباشرة على العين والمدة طويلة والفترات مثلا فترات الظهر أخذتها بأولها فترات يوم يومين فهذا تسبب يعني حتى في النظر تسبب مشكلة. ارتداء قبعات واسعة الأطراف، قبعة طبعا اللي يقصد بها على الرأس أو أنها زي جاكيت. شرب كميات كافية من السوائل، يعني يا شباب الجسم الآن في الشمس يفقد الكثير من الرطوبة ويفقد كثيرا من التعرق، فأنت لازم تعوضه بموية أو سوائل ثانية. العوامل السببية للأمراض، العمر يعني تقدم السن، يعني ما ينفع واحد كبير في السن يتعرض لأشعة الشمس أو يعمل بإجهاد يعني إجهاد بدني وصل لسن معين ما يتحمل. الوزن واللياقة البدنية، يعني واحد مثلا وزنه كبير مرة لا تتوقع منه مرونة في العمل، لا تتوقع منه أيضا إنتاجية، لا تتوقع منه يعني يمكن يصير مشكلة له أيضا. درجة التأقلم مع عوامل الحرارة ودرجة التحمل، يعني في ناس ما مثلا لو هو من جنسية أساسا ما يعرف ما تطلع الشمس عندهم زي قوتها عندنا، ترى هذا صعب يا شباب يتأقلم فيها، أو عندهم شمس بس خفيفة لأن جوهم مناخهم دائما بارد فما راح يتأقلم في العمل. استعمال الكحول والمخدرات والتبغ، طبعا يقصدون يعني لو الإنسان هذا
في حالة غير طبيعية مثلا السكر كيف يعمل، وأيضا أمراض التدخين تعرفونها يا شباب خطر، وأيضا يشبه الأمراض اللي أنتم تعرفونها جدا واضحة، والمخدرات كذلك هذه من الأمور المسببة للأمراض. طبعا درجة التأقلم مع الحرارة ودرجة التحمل هذه بتجيب أمراض حرارة، وأيضا يمكن تجيب أمراض ثانية نفسية مو قادر يتأقلم مع بيئة العمل. الأمراض المزمنة مثل الضغط قلنا يا شباب، مثل الضغط، مثل الربو، مثل السكر، مثل أمراض لا قدر الله خبيثة. التشنجات الحرارية، إن السبب الرئيسي لهذه التشنجات هو الزيادة أو النقص الحاد للملح في الجسم جراء التعرق حين العمل، قد تسبب أيضا التوازن الكهربائي. هذه يا شباب نفس الكلام اللي قلنا يا شباب، لو الواحد أجلكم الله فيه تعرق زيادة وما عوض التعرق هذا موية ولا بسوائل قد ينصاب في تشنجات. أيضا الإرهاق الحراري، الشمس، تعرض الإنسان للشمس يا شباب أو لإشعاعات حرارية أو لخط إنتاج حار أو لآلات ومكان، هذا يسبب إعياء. من يقول لي وش معنى كلمة إعياء؟ مصعد وش معنى كلمة إعياء؟ سمي دكتور مالك. سمى الله عزيزي. وش معنى كلمة الإعياء هذه اللي تحتها؟ إعياء يتوقع أنها فقدان الوعي. لا، فقدان الوعي، فقدان الوعي خلاص. العفنان معنى موجود. وش معنى كلمة إعياء؟ ترى دي جنبها أختها. أجاوب يا دكتور. ضعف يعني. جاوب يا عبد العزيز، وش معنى؟ زي الإرهاق، الإرهاق. لا أنت، أنا يعني وضحنا بس مو بكذا أنك تجيبها وتحطها هنا. لا قلناها أول قبل شوي، الإعياء يا شباب التعب. التعب، نعم. إيه التعب، الخمول، يعني الجسم فاقد الطاقة واللياقة، ضعف، ضعف، شيء من الضعف، نعم، ومرهق وتعبان. يقول أنا فيني إعياء، فيني في زي ما تقول، حتى تقدر تقول فيني دوخة. الدوخة طبعا هي المرحلة قبل فقدان الوعي. فيه إعياء، فيه تعب، فيه إرهاق، هذا هو الإعياء. يقول لك العلاج الوحيد للإعياء والإرهاق الحراري هو إزالة الإجهاد الحراري قبل تطور الحالة. قد يصاب العامل، يعني هو إزالة الإجهاد الحراري يعني مصدر الحرارة يا شباب، المكان إذا هو حار اللي يعمل فيه المفروض انه يتعالج، يعني نحط تكييف، نحط تهويه طبيعيه، تهويه غير طبيعيه. فهمتوا يا شباب؟ فهمتوا يا شباب؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. هلا، معذره كان عندي مشكله في الاتصال. من انت؟ فواز. فواز شنو؟ هو انت بركيان يا فواز؟ لا لا، هذا مشكل عبد المسلم. أبي لي يرسل هنا يقول عندي الرابط ما يشتغل. فواز، طيب. الإغماء يا شباب، يحدث الإغماء عند عدم تلقي الدماغ الأكسجين وعدم، من يقدر يكمل هذه لي؟ فواز، أحمد بسليمان ولا عبد العزيز الحمادي، من منكم موجود؟ اي نعم يا دكتور معك. يلا أبيك تكمل لي الجملة المفقودة للصورة هذه أخفتها. يلا وش يحدث الإغماء عند عدم تلقي الدماغ للأكسجين؟ أبين ينفصل الوقت، باقي ثواني وتنتهي المحاضرة. من يجاوب؟ وتجميد. يحدث الإغماء عند تلقي الدماغ للأكسجين وتجديد دم في طرف الجسم. وإيش؟ وتجميد أتوقع، أو وتجمد يعني ما وصل الدم والأكسجين الدم، أو تجلط، أو تجلط، أو تجمد.